السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. ها انا رجعت لكم فيديوهات ان شاء الله بحول الله. دابا مره غادي ندير فيديو ان شاء الله ونتقاسم معكم اي حاجه. هاد الايام كنت عيانه شويه ودابا الحمد لله يا ربي. اليوم ان شاء الله ما عرفتش خميس فين باغي يدينا، قالك يلا نديكم لواحد البلاصه. قلنا له واخا ان شاء الله، عارض علينا انا واختي جمعه وليداته. ايوا يلا بقاو معنا مع هذا الفيديو هذا، وما تضحكوش عليا المشاهدين ديالي، راني حنيت جمعه وكتضحك عليا، قالت لي ما عمرك حنيتي. صراحه انا ما كنديرش هاد التلبيخه هذه، ما كنديرهاش، وقالت لي والو، بقات كتضحك عليا، علاش انتيا ونط ولبختها هكا. قلت لها درت معها تحدي، ها انا لبخت هاد الحنه هكا كي جاتني. ايوا بلا ما تضحكوا عليا، راه الحنه زوينه صراحه وريحتها ما شاء الله زوينه. يلا بقاو معنا مع الفيديو. المشاهدين ديالي، هنايا جابنا خميس. هاد البلاصه هادي سميتها البحير، ما بعيداش بزاف على مدينه وزان، ما كملاش شي 4 كيلومتر هكاك. اش نشوفو زوينه صراحه هاد البلاصه، اول مره غادي نكتشفوا هاد البلاصه هادي. واخا صراحه جينا لقينا الدنيا شويه خاويه، ما عمرهاش بزاف، ولكن منظر زوين. خرجتي مرة ما بعد خرجتي بروتينات البرك، داك البرك كما كتشوفوا، هنا كاين البرك. الناس موسقين مع هنايا مع رسوم. انتوما دايرين حتى البلاصه اللي جلسوا فيها الناس، صراحه هاد البلاصه نقيه زوينه والله العظيم. وما كاينش صراحه، واش حنا جينا بكري ولا ما نعرف، ما عمرهاش الدنيا بزاف. أولاد خميس عجبهم الحال هنايا. هانتوما كتشوفوا جميع هي وليداتها. بلاصه زوينه صراحه، جات حدا الغابه زوينه والله، منظر فيها رائع. انا ما عمرني شفتها صراحه. زيد مريم، زيد 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 زيد. هاد البلاصه هادي سميتها البحير، البحير بعيد على مدينه وزان بشي 4 كيلومتر هكاك، قريب صراحه، ما كملش 10 دقائق كنا فيها صراحه، ما بعيدش بزاف. شوفوا الوزن ديالو، واش ما تقول واحد عنده والو تصاوروا كذا، وانا نطيحوا فواحد التصويره في المحل في تطوان كيبيعوا يشري، وانا ماشي من العابزين، انا ماشي مورا حتى سنغافوره، ماشي غير تطوان. مشيت عنده للمحل جبت التليفون ديالي درت له التعليق، قلت له خويا
صراحه منظر زوين هنايا. دابا الناس بداو كيجيو، الناس جينا شويه بكري، دابا عاد العائلات بداو كيجيو. ما عندك ما يدير انتوما صراحه، دايرين البلاصه فين يجلسوا الناس وداكشي نقي صراحه. اللي ما قصدش خذ شي عندها شي معنى زعما، صباح الخير ولا اجي درعني ولا ياك المعنى عندها واحد الجهل. اللي بغى يجي للبحير الطريق في الخرجه ديال وزان على طريق فاس بعيد بشي 4 كيلومتر ولا 3 4 4 كيلومتر هكاك. صراحه زوينه زوينه بزاف، فيها الهدوء وما فيهاش ما صراحه ما فيهاش داك الناس مخلطين بزاف. صراحه نقيه نقيه والله عجبتني. صراحة منظر رائع هنايا، منظر زوين عجبني هنايا. المشاهدين ديالي جاو كاملين للبحير ونديرو شي كلسانيت هنايا كاملين كاملين كاملين. المشاهدين ديالي مرحبا بكم، هاد البلاصة هادي زوينة والله عجباتني وصراحة ما عمرش بزاف. هانتوما جبنا معنا اتاي وجبنا معنا قريشلات، نديرو كاسكروط هنايا. خاصة راح الريح دابا عاد تحرك الريح، ماشي بزاف باش تحرك الريح. لا واش ديال السلاح فنايا. ايه هنايا كاينين بزاف اكثر من هنا كاينين بيها. وحده بيضاء، وحده بيضاء. لا واش ديال السلاح.